البنطلون الممزوع، هل تستحق قصة البنطلون كل هذا الجدل؟ سؤال ربما يطرحه كثيرون وهم يشاركون أو يستمعون إلى آراء متباينة حيال القصة. خلال الأسبوع الماضي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بآراء مختلفة حيال لاعبة رفض التلفزيون الأردني ظهورها عبر شاشته لأنها ترتدي بنطالا ممزقا. اللاعبة احتجت على ذلك وقالت: التحضر بقبول الغير. فرد تلفزيون: اللباس لا يتناسب والذوق العام للمشاهد. رواد مواقع التواصل الاجتماعي تلقفوا القصة فأصبحت ترند بعد أن أدلى المتفاعلون معها بدلوهم، منطلقين في الحكم عليها من خلفياتهم الثقافية والفكرية. القصة في نظر البعض فيها استهداف لحرية الآخرين، فيما رأى آخرون أنهم يدافعون عن هوية البلد وأعرافه، لكن البعض رأوا أنها تافهة لا تستحق هذا الاهتمام الكبير. فالبلد حبلى بالقضايا الكبرى التي يتراجع الاهتمام بها تحت زحمة القضايا الصغيرة. ما السبب؟ سؤال قد لا يكون من السهل الإجابة عليه، فمواقع التواصل الاجتماعي باتت محركاً أساسياً في ذلك، ينجرف وراءها الكثيرون. حتى الحكومات قد تتراجع عن قرار ما تحت ضغط الترند. فهل هناك قوة خفية تتحكم باتجاهات الرأي العام؟ سؤال نترك إجابته لكم، فما رأيكم؟